إن ذلك على الله يسير. نظم فريق العدالة والتنمية اليوم الجمعة من أبريل 2016 لقاء تواصليا من أجل استشراف آفاق ورهانات الدورة البرلمانية الربيعية ومدارسة مجموعة من الانتظارات. أولها إن شاء الله هو أن يغلب منطق الحكمة ومنطق التوافق من أجل المصادقة على القوانين ديال التقاعد التي لم تعد تقبل المزيد من الانتظار، المصادقة كذلك بتعاون مع الحكومة على القوانين التنظيمية اللي عندها أهمية بطبيعة الحال خاصة ومجموعة من القوانين الأخرى. نطمح كذلك إلى إن شاء الله تفعيل مزيد من تفعيل الدور الرقابي لمؤسسة البرلمان، لا سيما من خلال تفعيل مقتضى دستوري المتعلق بالتقييم ديال السياسات العمومية اللي مع الأسف الشديد لم يحظى بالاهتمام اللازم. وتعرف الدورة البرلمانية الربيعية مميزات باعتبارها آخر دورة من عمر هذه الولاية بالنسبة لمجلس النواب، وتم في هذا اللقاء تناول الجوانب السياسية المتعلقة بالمتغيرات التي تطرأ على الساحة السياسية، فضلا عن التحديات التي تنتظر الأغلبية والحكومة خلال هذه الولاية. واليوم يتم تحريك عدد من الأدوات سواء بعناوين كالأساسيدة، موضوع الأساسيدة أو موضوع ديال قوانين التقاعد أو غيرها من الملفات، بحيث يتم يعني الآن عندنا معطيات يتم تأجيج الشارع وضخ يعني عناصر وأفكار ووسائل لهذه الملفات ليتم من خلالها استهداف الحكومة، ونحن واعون بأنهم لن يصلوا، لأنه نحن ما نصدر في هذه الملفات وغيرها هو المصلحة العامة ومصلحة البلد وثوابت البلد وهو مقدرات البلد. فيما تم تناول موضوع تحديات الدورة التي تمثل في التحديات التشريعية من قوانين تنظيمية ومؤسساتية وكذا العادية. كذلك هناك التحدي الرقابي ونحن واعون به كذلك، لأنه اليوم التصريح الحكومي الأول والثاني جاء بعدد من الالتزامات، ونحن سنسائل الحكومة حول هذه الالتزامات، ولكن سنكون كذلك حاضرين من أجل الدفاع عن مصالح المواطنين، لأن نحن كبرلمانيين همنا هو أن ندافع عن المواطنين وعن مصالح المواطنين وعن البلد وعن ثوابت البلد وعن مقدرات البلد.